صلاة التراويح أي ذكر جماعي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وعمر الخطاب رضي الله عنه جمع عليها الناس، وصارت هذه السنة متبعة. ما سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر رضي الله عنه ولا عن الصحابة ولا عن السلف إنهم كانوا عندهم أذكار بين التراويح. هذه بدعة صوفية، بدعة صوفية باطلة، ما يجوز تعمل أي أذكار ولا شعوذة ولا دجل، ده كله زيادة في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. أنت لو لقيت ناس بيقولوا في الأذكار بتاعتهم دي شوف لك جامع تاني أمشي له، ما لقيت جامع تاني صلي معهم، لك الأذكار دي ما تقولها، ما تترك الصلاة، صلي معهم لكن الأذكار دي ما تقولها. أما لو كان الإمام عنده عقائد خربانة ما أصلي معهم، أمشي طوالي، أمشي صلي في أي مسجد تاني، ما أصلي معهم أصلا، لأن الإمام إذا عقيدته خربانة معناه صلاته خربانة. عرفتوا المعلومة دي؟ العقيدة خربانة معناه الصلاة خربانة، لأن ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. العمل الصلاة دي فوق العقيدة، عقيدة باطلة صلاة باطلة. ولذلك إمام ما عنده عقيدة ما أصلي وراه، أمشي صلي في أي جامع تاني. نعم.